هذا اللقاء يعني جاء في إطار واحد سلسلة من اللقاءات المنعقدة بين رؤساء قطب إغرام، اللي كان اللقاء الأول كان دار في مركز إغرام بلدية إغرام، من بعد اللقاء الثاني انعقد بين رؤساء قطب إغرام في تمليلين بجماعة تمليلين. اليوم في هذا اللقاء الثالث بجماعة والقاضي بمركز والقاضي، اللقاء يهدف إلى يعني تقاسم هموم التنمية ومحاولة حلحلة بعض المشاكل التي تعيق التنمية في منطقة في دائرة أو في قطب إغرام بصفة عامة. تنحاولوا نناقشوا، تنحاولوا نتبادلوا تجارب، تنحاولوا يعني نحطوا أسس التعاون بين هذه الجماعات ولا بين هذه الدائرة الإغرام اللي كتعاني صراحة من التهميش، كتعاني من يعني مجموعه رغم المجهودات يعني الحمد لله مجموعه ديال المصالح ولا على راسها عامل اقليم تارودانت مشكور على المجهودات اللي كان كيديرها من اجل النهوض بالتنميه في اقليم تارودانت وبصفه خاصه وبصفه خاصه يعني لدائره اغرم. كاين مجموعه من المشاريع اللي تنجزات، كاين مجموعه من المشاريع اللي تمت برمجتها من خلال الزياره للوزير الفلاحه اللي تنشكروا على هذه الالتفاته لاول زياره ربما اللي عرفتها دائره إغرام من هذا المستوى. كاين مجموعه من المشاريع، كاين مجموعه من المشاريع اللي تبرمجات لا على المستوى القطاع الفلاحي ولا على المستويات الاخرى، يعني كاين واحد عجله التنميه تتحرك، لكن هذا الشيء ما كافيش. يعني مازال إغرام دائرة إغرام تعاني من نقص خصوصا المسالك الطرقية، خصوصا يعني على مستوى التهليم، على مستوى القطاع الصحي بصفة خاصة. وحنا تنحاولوا كيفية نخلقوا واحد مؤسسة للتعاون في إطار سياسة الأقطاب اللي نهجها السيد عامل إقليم تارودانت مشكور على هذا المبادرة، هذا اللي يعتبر إقليم تارودانت نموذجي من هذا الباب. ونتمنى إن شاء الله نخرجوا بهذه المؤسسة إلى أرض الواقع. السلام عليكم. اليوم كاينين في الجامعة ديال والقاضي بحكم أننا كنا اتفقنا أننا ندير واحد نجزو واحد قطب إغرام نشتغلوا عليه. اليوم الاجتماع الثالث كاين عند السيد الرئيس عنده هنايا، وكان كنتمن الكلام اللي قالوا الاخوان بحكم اننا كنشتغلوا باش نلقاو واحد الاستراتيجيه او واحد الارضيه باش نشتغلوا عليها من هنا لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم، من خلال المشاريع كلها بدون استثناء، منها الطرق، منها الصحه، التعليم، منها التعمير، منها واحد المجموعه ديال التنميه في المنطقه، وكذلك بعض الحويجات اللي هي غابت علينا شحال هادي كالقاضي المقيم، وكأننا بغينا نهضروا على قطب إغرام خاصو يتواجد، خاصو يكون بحالو بحال الأقطاب الأخرى اللي هي كاينة في المنطقة وكتاخذ واحد الحصة ديال المشاريع ديالها، بينما أن المنطقة ديال إغرام ما كتاخذش حقها من المشاريع. وفكرنا اننا خاصنا نواكبوا باش اننا المنطقه ديال إغرام تنمى تنمويا واقتصاديا وجمعويا ان شاء الله بالتوفيق لينا باش نحققوا هذا المراد ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحيه لمنبر تارودانت بريس على التغطيه ديالكم دائما في منطقه إغرام، مشكورين كصحافه كتنقلوا بين هاد الجبال هادو. بطبيعه الحال اليوم تلاقينا في اجتماع الساده الرؤساء، وهاد الاجتماعات كتجي في سياق واحد المجموعه من الاجتماعات دوريه اللي بدينا من شهر 6 ديال 2022. اليوم وصلنا لثالث اجتماع، الاجتماع الاول دار في جماعه إغرام، والثاني دار على مستوى جماعه تمليلين عند السيده الرئيسه. اليوم حنا في جماعه والقاضي عند السيد رئيس جماعه والقاضي مشكور على هاد، وحنا كنديروا هاد الاجتماعات الدوريه، وكل مره كنختاروا جماعه معينه اللي نديروا فيها الاجتماع. والمرحله المقبله ان شاء الله كاين اجتماع في جماعه سيدي مزال نهار 18 في شهر 3. بطبيعه الحال هاد الاجتماعات اللي كدار هي واحد الاجتماعات اللي تقريب الرؤى بين السادة رؤساء قطب إغرام حول مجموعة من الإشكالات المشتركة المرتبطة أولا بتأسيس مؤسسة التعاون بين الجماعات اللي كينص عليها القانون التنظيمي،
وفي اطار انها باش تحدث هذه المؤسسه نقربوا وجهات النظر باش انه بعد ما تتم الموافقه على التاسيس تلقى عندنا واحد رصيد اللي غنكونوا ربحناه باش نخدموا عليه، خصوصا فيما يتعلق انه كلشي كيعرف ان دائره غرم هي واحد المجال اللي كيعاني من اشكالات مرتبطه بقطاع الماء، قطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع الطرق، والكل كيحاول انه يعطي الاولويات ديال كل جماعه ديالو، وكذلك الاتفاق على المشاريع اللي عندها وقع على مستوى القطب، يعني 17 جماعه، وهذا انتقال يعني من ذاك العمل اللي كان فردي كل جماعة كتقلب على بعض المشاريع البسيطة. اليوم السادة الرؤساء يفكرون في مشاريع كبرى، من بينها هذه المسألة ديال ربط وتزويد قطب إغرم بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد أولوز، ثم تأسيس مؤسسة التعاون للاشتغال على الطرق البيجماعية، ثم الاشتغال على مستوى الماء الصالح للشرب، مستوى ديال النقل، لان حتى اليوم هاد الطرق اللي كنعرفوا في دائره غرم هاد التحولات والتطورات اللي فيها خص يواكبها واحد العمل على مستوى الخدمات الاداريه والتقريب الاداره للمواطن اكثر. اليوم كان من بين النقط اللي تداول فيها هاد الاجتماع هو مساله الخدمات الاداريه، البطاقه الوطنيه، القاضي المقيم بغرم، كل هاد الاشكالات هادو كنتمنوا انه مع الشركاء، وانا متاكد بانه اليوم كنناقشوا مع الشركاء اللي هما سلطات اقليميه ثم مؤسسه الجهه، مؤسسه المجلس الاقليمي، وبطبيعه الحال كاين اهتمام كبير من طرفهم بقطب اغرم، وكذلك الساده الرؤساء راه مهتمين اكثر بالتنميه على مستوى الاقليم وبما فيهم تاخذ هذه المنطقه ديال اغرم واحد الحظ ديالها من التنميه والاوراش المفتوحه على المستوى الوطني والجهوي.